طاهر سريع على التغطية من بوحلفايا، يرسل طويلة بوحلفايا ناحية لودانيا، الانطلاقة للمولودية عن طريق عمران، هي هي يا عمران، هي أول كرة، التسديدة، جول 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 جول. لا سلام ولا كلام، لا صباح الخير ولا هم يحزنون. المولودية تفعل من البداء وتحرك شباك أتلتيك بارادو. عنده كرة بوحلفايا، يدور ويلف بوحلفايا، يتريث في لعبة قصيرة للصفصفي، صفصفي مباشرة لبخوش، يبحث عن التقدم، يدور ويلف بخوش، بخوش عنده كرة. المولودية بحاجة إلى هدف ثاني، المولودية بحاجة إلى هدف اسمه هدف الأمان والاطمئنان، والكرة طويلة والانطلاق عن طريق زاوية داخل المنطقة الأرضية، صعبة وخطيرة، خطيرة، جول جول. بربكم ما هذا الذي يحدث هنا بملعب المقراني؟ 10 دقائق كانت كافية. مرفوعة في القائمة الثانية بالرأس، ما زالت قائمة لمصلحة الأتليتيك بارادو، تحولت إلى هجمة مرتدة لمصلحة العميد عن طريق سعدان، يزيد في السرعة سعدان، سعدان سعدان سعدان، وخطأ. زاوي يستعد يضرب الكرة، جول جول. هدف عالمي، هدف خرافي، هدف على شكل لوحة فنية بأقدام زاوي من مسافة بعيدة. كرة في الوسط لوسعت على صل المولودية، صفصفي، حرفوش، سلمي بالعقب، الانطلاقة، يا سلام على تلك الكرة، المحاولة مسات العميد، هي يا سعدان، هي يا سعدان، جول 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 جول. هدف رابع، هدف قاتل، هدف ولا أروع، هاتريك 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 يا سعدان.